رواية البيت من روائع الروايات العالمية للكاتبة مارلين روبنسون. رواية البيت هي ببساطة قصة عن العائلة، عن الشعور الخاص بيك داخل منزلك، عن السماحة والوداعة والرحمة. حتحس مع هالرواية انك تترنح ما بين الامل والدمار، ومع بعضهم حتحس انك تكافح الاثنين كل يوم وكل دقيقة. تعيش مع اكثر من شخصية في هالرواية الرائعة المتعلقة كثيرا بالمشاعر والعاطفة الجياشة. إلى عالم صوفي، كتاب كتبة جوستاين غاردر، نشر في عام 1991، كتبها باللغة النرويجية وترجمة بعدين إلى لغات تانية، تجاوزت 50 لغة تقريبا. تتركز الرواية بشكل أساسي على حوارات بين صوفي أمنسون ورجل غامض اسمه ألبرتو كونكيس. تطرح تساؤلات كثيرة تدور في أذهان صوفي عن الأخلاق، الحياة الاجتماعية والكون في آن واحد، كل هذا يكون محطوط في سلة واحدة. تحاول أن هي توصلها وتوصل لحقائق في هالقصة.